السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله بنختم بقى دروس النحو السنة دي، وبناخد آخر درس من دروس النحو هو إن وأخواتها. فاكرين لما خدنا كان وأخواتها؟ النهاردة بناخد إن وأخواتها. كان وأخواتها يا أولاد كانت أفعال، إن حروف، إن وكل إخواتها حروف. يلا بينا نشوف. الحق منتصر. جملة اسمية بتتكون من مبتدأ وبتتكون من خبر. تعال ندخل عليها إن، هتبقى إن الحق منتصر. إيه ده يا أستاذة؟ ده زبوري زبوري، أنت لخبطتي الدنيا. المبتدأ مرفوع. لا 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 لا، ما هو اتغير لما دخلت عليه إن. ليه؟ هي إن دي بتعمل إيه؟ أيوة، بتنصب المبتدأ وبيبقى اسمها، وبترفع الخبر بيبقى خبرها. عكس كان، كان بترفع مبتدأ وتنصب الخبر، لكن إن تنصب مبتدأ وترفع الخبر. الجملة الأولى اسمية ولا فعلية؟ طبعا اسمية. الحق منتصر. ركناها مرفوعان، مبتدأ وخبر مرفوعان دائما. دخلت إنا على الجملة الإسمية فغيرت المبتدأ وصار منصوبا وبقى اسم إنا، وظل الخبر مرفوع، فضل مرفوع زي ما هو وسمي خبر إنا. معنى كده إن حرف ناسخ، إنا حرف ناسخ بيدخل على الجملة الإسمية ما بيدخلش على الفعلية، بينصب المبتدأ وبيسمي اسم إنا ويرفع الخبر ويسمى خبر إنا. إن المتسابقين فائزان. ما هم مثنى، فهيبقى اسم إن منصوب بالياء لأن المثنى بينصب بالياء، وفائزان خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى. ركزوا، الدرس مهم. عرفت أن أخاك ذو خلق، يبقى إيه؟ أن أهي من أخوات إن، برضو بتنصب المبتدأ وترفع الإيه؟ الخبر. كأن الجنديين أسدان. كأن، يبقى أنا عندي إن، أن، كأن، برضو نصبت المبتدأ وبقى اسمها ورفعت الخبر خبرها. ليت السلام منتشر. ليت، لعل الطالبات ناجحات. لعل الجو بارد لكن السماء صافية. تن، يبقى الجو بارد لكن ايه؟ السماء صافية. يبقى الجو بارد لكن السماء صافية، ينصب مبتدأ ويرفع الخبر. يبقى مين هم اخوات ان؟ ان، كان، ليت، لعل، لكن. يبقى هم ستة، اقل من كان واخواتها، صح؟ ان، ان، كان، ليت، لعل، لكن. الكلمات الملونة أسماء أم أفعال أم حروف؟ حروف، اللي هي إخوات إن حروف ناسخة. من أخوات إن؟ ها، أن، كأن، ليت، لعل، لكن. أخوات إن تعمل عمل إن فيكون اسمها ها منصوب وخبرها زي ما هو مرفوع. يبقى أنا عندي الحروف الناسخة إن وأخواتها مين هما؟ إن وأن للتأكيد، لكن للاستدراك، بكمل، كأن للتشبيه بشبه شيء بشيء، ليت للتمني، ولعل للترجي. تاني، يلا، إن وأن للتأكيد، لكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، ليت للتمني، ولعل للترجي. يبقى أن، لكن، استحال ييجوا في بداية الكلام. أن ولكن. الضمير المتصل بالحروف الناسخة هو اسمها. لما أقول إيه؟ كأنه. يبقى أي ضمير هيتصل بإن أو إحدى أخواتها هيكون هو اسمها. ودي بقول عليها مهمة أوي يا أولاد. لو أنا عندي هاء متصلة بإن أو حد من إخواتها هيبقى هو ده اسمها. ما أقعدش أتلخبط بقى وأدور على الاسم ومش لاقياه. لا، أنا أدور، لو لقيت هاء الضمير يبقى هو ده الإيه؟ الاسم. ضع دائرة حول الحرف الناسخ واضبط اسمه وخبره. رأيت أن الصدق منجاه. ماشي. إن العلم
نور. ها إن العلم نور. ليت البائع أمين. كأن الفتاة قمر. السماء تمطر لكن الجو رائع. لعل الطالبات مجتهدات. يبقى لاحظنا ان ان او احد اخواتها بيدخلوا على الجملة الاسمية، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. يلا بينا حبايبي هناخد بقى انواع خبر ان واخواتها. قلنا انواع الخبر زي انواع الخبر العاديه اللي احنا واخدينهم، الخبر يا اما بيكون مفرد، يا اما بيكون جمله اسميه، يا اما بيكون جمله فعليه، يا اما بيكون شبه جمله، ظرف او جار ومجرور. كان وجه الطفل بدر. ها كان ادي الحرف الناسخ، وجه الطفل ماله؟ بدر، يبقى ده الخبر ونوعه مفرد. إن الحديقة أزهارها متفتحة. ها مين الخبر؟ برافو، أزهارها جملة اسمية. لعل المستمع يفهم الحكمة. لعل المستمع يفهم، يبقى ده جملة ايه؟ فعلية. أخبرني أبي أن السفر غدا. السفر ها غدا، يبقى غدا هي الايه؟ الخبر، وده شبه جملة. ادواتي على المكتب لكن القلم في الحقيبة، يبقى برضو شبه ايه؟ جملة. يبقى انا عندي الخبر يا بيكون مفرد، يا جملة اسمية، يا جملة فعلية، يا شبه ايه؟ جملة. انواع خبر ان واخواتها، يا اما بيكون مفرد، جملة اسمية او فعلية، شبه جملة، جار ومجرور او ظرف. يشترط في الخبر الجملة أن نشتمل على ضمير يعود على اسم حرف الايه؟ الناسخ. وركزوا دي مهمة قوي، زي ما احنا متفقين في الخبر الجملة يا ولاد لازم يبقى فيه ضمير يعود على اسم الحرف الايه؟ الناسخ. صل كل جملة بنوع الخبر الوارد بيها. شعر أبي بألم لكنه ذهب إلى العمل. لكنه ذهب إلى العمل، يبقى ذهب فعلية. ليت القمر نوره دائم تبقى اسمية وفيها ضمير يعود على الاسم. كأن الطائرات مالها؟ طيور محلقة. كأن الطائرات طيور محلقة، يبقى ده ايه؟ مفرد، برافو عليكم. لعل الحافلة امام المبنى، طبعا ظرف مكان، هيبقى شبه جملة. اكمل الجدول التالي، هنطلع الحرف الناسخ واسمه وخبر ونوع الخبر. إن النباتات مختلفة الألوان. إن حرف ناسخ، إن النباتات اسمها مختلفة هو خبرها. لعل آدي الحرف الناسخ. لعل الفريق آدي الاسم. يفوز آدي الخبر، وده جملة فعلية. علمت أن المتسلقين فوق الجبل. الحرف الناسخ أن، مين اسمه؟ المتسلقين. مين الخبر؟ فوق، وده شبه ايه؟ جملة. ليت البحار ماؤها عذب. ليت البحار ماؤها، وده ايه؟ جملة اسمية. السيارة قديمة لكنها سريعة. قلنا بقى ايه؟ الهاء هنا اسم لكن، وسريعة هنا والخبر، يبقى لكن والهاء اسمها وسريعة خبرها، وهنا سريعة مالها؟ ايوه برافو عليكو، مفرد. كأن السكوت من ذهب، وده شبه ايه؟ جملة جار ومجرور. بكده نبقى خلصنا درس إنا وأخواتها وأنواع خبر إنا. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط. كانت معكم نرمين النجار من قناة بديل الدرس.